على الراديو 90 90. شهر جاز وشهر باز قاعدين على الكرسي الهزاز، دي عاملة أبله وده أستاذ، هنا نازلين هري وعجن ولاد، جايبين سيرة كل الناس، فلان إدارجي فلان محتاس، ودي عاملة ماسك عصير أناناس، وده فنان خاطب حتة بيت، نازلين هري وعجن ولاد في سيرة راجل وسيرة ست. شفت يا شهرجاز اللي حصل؟ ولاد الملك النحنوح، ابنه الأمير مبحوح، وابنه الصغير الأمير لحلوح. مالهم يا خويا؟ احكي بسرعة قبل ما الدم من العروق يروح. خطفهم أمير زازان، ومحدش منهم لغاية دلوقتي بان، من ساعة ما انصرم النهار وهو بيدور عليهم. ايه يا مولاي اللي انصرم؟ النهار انصرم. ما انا عارفة انه النهار، بس يعني ايه انصرم؟ يعني راح يا شهرجاز، النهار خلص. يعين امه، ده زمان امهم عينيها بقت كساد دم، ده لو انصرم عليها كمان نهار ممكن تروح فيها. انا لازم اروح للامير زازان واقنعه بالحب والحنان انه يرجع العيال للملك النحنوح. ايوه يا مولاي لازم تروح. طب لغاية ما اروح يا منايا ما تسمعيني بسرعة حكاية. حباً وكرامة. ولو طلعت حلوة حجبلك شمامة. يلا يا كتكوتة احكيلي بسرعة الحدوتة. من عيني يا ابن المبسوطة، صدر ودنك يا مولاي. بلغني أيها الملك اللي قلبه مليان حنان، اللي هيروح بكرة لأمير زازان، الأمير الحرامي الجبان، وعشان كده هحكيلك قصة لو اتكتبت بالإبر على آماق البصر لكانت عبرة لمن اعتبر. شكل السما حتنزل مطر، قولي بسرعة وهات الخبر. من عيني يا حلو انت يا قمر، كان يا مكان في أحد البلدان اتصاب نائب مسؤول الإسكان باكتئاب حاد في الأعصاب، وكمان جاله في خلايا السعادة التهاب، عشان وهو ماشي بالسيارة مر يعين أمه قدام حارة، وشاف ناس ساكنة في المناطق العشوائية اللي مش لاقية تاكل ولا تشرب مية، ومن يوميها وهو تعبان وقاعد في الكومباوند بتاعه حزنان. ولما استضافت المذيعة المسؤول قال يا مولاي كلام مش معقول، ولو اديتني منديل الأمان أحكي لك اللي كان. خدي المنديل بس بعد كده حطيه في الغسيل. أعزائي المستمعين، معانا الآن الأستاذ أشرف أسانسير المسؤول الأول عن الإسكان في البلد. أستاذ أسانسير، سمعنا حضرتك إن النائب بتاعك جاله جلطة في مشاعره واكتئاب حاد في شرايين السعادة لما عدى كده من قدام أحد المناطق العشوائية. جرى إيه يا أخويا؟ هو أنتوا ما بتنزلوش من المكتب ولا إيه؟ دي المناطق العشوائية منتشرة عندنا في البلد زي تنيا القدمين. أمال سكان المناطق العشوائية بقى تعمل إيه يا ناس؟ ده أنا أعرف واحدة منهم البلاعة عندها في أوضة النوم وبتتعامل معها على أساس إنها جاكوزي. فور علمي يا فندم المشكلة، شكلت لجنة على أعلى مستوى، واكتشفت اللجنة يا فندم إن العربية الخاصة بتاعة النائب بتاعي المزودة بعدد 4 تكييف سبليت و2 تكييف شباك غيرت خط سيرها وهي رايحة توصله للكومباوند، ومرت من أمام أحد المناطق العشوائية، ويشاء القدر العاثر إن النائب بتاعي يكون فاتح ستارة العربية. يا خبر! أي والله، فعينه تقع بالصدفة ليس إلا على بعض أطفال المناطق العشوائية وهم بيلعبوا مجردين من ملابسهم اللي بتغطي الجزء السفلي. عارفة! وبعيد عنك وعن السمعين، أول ما النائب بتاعي شافهم أصيب بصدمة حادة وأطلق صرخة سريعة ثم فقد النطق تماما يا فندم. يا عين أمه يا خويا، يعني ينفع كده يا فندم تسيبوا أطفال المناطق العشوائية النائب بتاعك يشوفهم فيس تو فيس؟
ياما قلنا وحذرنا في الإعلام إن سكان المناطق العشوائية لازم ما يظهروش قدام المسؤولين فجأة. عجبك كده؟ أهو النائب بتاعك هيروح مننا. هنعمل إيه يا ست الكل؟ نصيبه كده، ده اختبار من ربنا. والمصيبة الأكبر إن السواق ركن العربية ونزل يجيب كوباية مية علشان يفوق النائب. رجع السواق لقى العيال بتاعة المنطقة العشوائية بيلعبوا في العربية وفاكرينها مكوك فضائي، وبيتعاملوا مع النائب على أساس إنه كائن خرافي. جي السواق يهشهم لقى العيال عاملين بيبي على حجر النائب. يا دي المصيبة يا فندم، يعني دول يعين أمهم متعودين يشربوا مية صرف صحي. تخيل إنسان بيشرب مية صرف صحي، البيبي بتاعه أكيد مش عادي، ده عامل زي مية النار. فعلا يا فندم، اكتشفت اللجنة اللي أنا شكلتها يا فندم إن رجلين النائب أصيبت بحروق من الدرجة الأولى الممتازة. درجة أولى ممتازة إيه بس يا فندم؟ كده صلي على النبي، أنت مركز أنت فين؟ عليه الصلاة والسلام يا فندم. طيب يا أخويا، وأنتوا اتصرفتوا إزاي بقى في موقف مهبب زي ده؟ فورا يا فندم قررت اللجنة فصل السائق اللي غير خط سير النائب، وتم انتداب فريق متخصص في الطب النفسي علشان يفهم النائب إن ده كان مجرد كابوس ومفيش حاجة في البلد اسمها سكان عشوائيات. وقامت الوزارة فورا بلزق ورق حائط على إزاز العربية بتاعة النائب مزود برسومات ثلاثية الأبعاد عبارة عن فلل وحدائق ومساحات خضراء وحمامات سباحة وأطفال بشرتهم ناصعة البياض تلهو في سعادة غامرة. وتم وضع شاشة LED 50 بوصة يا فندم قدام النائب مزود بفيلم لأشهر رقصات الفنانة صوفينار علشان ينسى تماما الذكرى السيئة. أمال يا فندم، هو احنا عندنا أهم من النائب بتاعي؟ طيب افرض يا أخويا النائب هو ماشي في الشارع مترجل على قدميه دون حراسة، يعني عينه جت كده ولا كده على أحد سكان العشوائيات وهو بيتجول في أرجاء المدينة دون رقابة، ساعتها تصرفوا ازاي؟ ودي تفوتنا برضو يا فندم، قامت اللجنة فورا بانتداب طبيب نفسي مصاحب للنائب بتاعي بحيث انه لو شاف احد سكان المناطق العشوائية عن طريق الصدفة يفهموا ان دي هلاوس بصرية وان دي صورة جرافيك مش حقيقة. امال يا فندم، هو احنا عندنا اغلى من النائب بتاعي؟ طيب يا اسانسير بي، ما ينوبك ثواب كده وتعمل حاجة برضو على جنب لسكان المناطق العشوائية، دول ناس زينا يا فندم على فكرة، مش فوتوشوب وربنا. طبعا طبعا يا فندم. قررت اللجنة عمل خطة مئوية عاجلة للقضاء على المناطق العشوائية تماما، وخلال 100 سنة بالكتير مستحيل تشوفي منطقة عشوائية في البلد. بس انت دعي يا فندم ما يطلعونيش في التشكيل الجديد. يمين يعيش يا فندم، روح إلهي تقع فريسة في إيد أطفال المناطق العشوائية يا بعيد. أعزائي المستمعين، sit down in health، أقعدوا بالعافية. وبدل ما نائب المسؤول يحل مشاكل المناطق العشوائية، جاله اكتئاب وحز في النفسية وقعد يعيط ويشن ويخبط في الأرض ويزن. إلهي يلبسه جن، هو ده خبر بجد ولا حكاية بتسلي بيها حد؟ الحكاية 90% منها جد، المسؤول أعصابه يا مولاي جالها شد. طب ما كان يحل مشاكل الناس مدام هو ضعيف وحساس. يا راجل كبر دماغك وكل أناناس. انت يا ولية ورايا ورايا، مفيش مرة تفرحني حكاية ولا مسرور. انت هزفت اللي اسمك مسرور. يا نهار ازرق، انت هتتغابة تاني يا شهر باز. ايوة هتغابة ولا مسرور. حلق معايا على الجالية دي، امسك يا مسرور اقطع رقبتها. ولا ما تعقل بقى يا شهر باز، الله فرجت علينا القصر. اهدى يا راجل مش كده، وانت سيب ايدي يا مسرور الكلب. والنبي يا مولاي ابوس ايدك لحد كمك، سيبني البكرة وغلاوة امك. قشطة جدا اديك بيدا. رحمك من ايدي دي، روح ربنا يهدي. شهر جاز وشهر باص، قاعدين على الكرسي الهزاز، دي عاملة ابله وده استاذ، هنا نازلين هري وعجن ولاد، جايبين سيرة كل الناس، فلان ادارجي فلان محتاس، ودي عاملة ماسكة عصير اناناس، وده فنان خاطي بحتة نازلين هري وعجن ولاد، في سيرة راجل وسيرة ست، دي اتسوقت دي اتطلقت، ودي في اوروبا روقت، وده اشترى وده افترى، وده غاوي فشر وفشخرة. كده هو بطل الاستفزاز، شهر جاز وشهر باص. هشام يحيى
محمد مشهد، إيمان السيد، سيد زكريا، طارق عريش.